بالتأكيد بنوجه برضو كل التحية لشهدائنا، شهداء الجيش والشرطة والمدنيين اللي فضلهم دلوقتي احنا موجودين، ومصر دائما وأبدا إن شاء الله آمنة ومستقر. بنكمل مع جريدة الوطن وصفحة 1، والحكومة تقرر حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية. بنتكلم على خبر مهم جدا بالتأكيد بيهم الأسرة المصرية، وملف هام هو ملف زي ما نقول كده التحرك المسبق لضمان ان احنا عندنا احتياط استراتيجي آمن من السلع الأساسية. خلينا نتناول بعض الأرقام اللي بيشملها الخبر، اللي هي خاص بالعديد من السلع الاستراتيجية الهامة. طبعا السكر طبعا يعني من السلع الأساسية الهامة، ودي خليني أشير لحضرتك إن دي المرة الثالثة اللي بتصدر الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التجارة قرار حظر تصدير السكر إلى الخارج، وده هيسبب توفير في المعروض في الأسواق، وكمان هيزود المخزون الاستراتيجي للسكر. إحنا عندنا مخزون لحد 6 أشهر متواجد. خليني كمان أشير إلى إنه كمان هيدعم الاستقرار في الأسعار في هذه السلع الهامة. المصريين تقريبا يعني بيستخدموا 3 مليون طن سكر في سنويا، فده رقم مهم جدا وكبير. خليني كمان اقول انه على الجانب الاخر كان في توجه حكومي، وطبعا يعني قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره يعني زراعه اكثر في زراعه بنجر السكر. ايوه، تم زراعة هذا العام 600,000 فدان من بنجر، زراعة بنجر سكر في مختلف المحافظات، وكان يعني من الموسم بنجر السكر حوالي تقريبا نتكلم في 1.7 مليون طن بنجر السكر هيتم طبعا توريدهم لمصانع بنجر، مصانع السكر في مصر لزيادة طبعا كميات السكر، وده أمر مهم جدا. ده يعني رسالة طمأنينة للشعب المصري فيما يخص السلع أساسية وسلع استراتيجية.